السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الخوت كي دايرين بخير؟ قبل ما نبداو الفيديو ما تنساو الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واليوم الخوت جبنا لكم خبر على حكيم زياش. كما كتعرفوا الازمه ديالو مع تشيلسي وخصوصا مع توماس توخيل، اليوم خبر كيفرح بان جوج انديه كبار من الدوري الايطالي سيري اي هما اليوفي والغريم ديالو اي سي ميلان كيتسابقوا على توقيع حكيم زياش. المهم الخوت غادي نشوفوا توتو ميركاتو شنو قال في هذا الموضوع. ذكر تقرير توتو ميركاتو ان النجم الدولي المغربي حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي انجليزي يحظى باهتمام كبار الانديه في بطوله الدوري الايطالي. وحسب المعلومات الوارده من موقع توتو ميركاتو العالمي فان يوفنتوس وغريمه واي سي ميلان يتابعان وضعيه اللاعب عن كتب ويدرسون فكره التعاقد معه في الصيف المقبل. ويعتقد مسؤولي اليوفي وميلو ان بمقدورهم جلب اللاعب اذا لم تتحسن وضعيته الحاليه مع تشيلسي خلال الاشهر المتبقيه من هذا الموسم. يعني الخوت يوفنتوس وميلون كيتابعوا حكيم زياش حاليا، ولكن حكيم زياش لما تحسناش الوضعيه ديالو مع تشيلسي في الايام المقبله والاشهر المقبله غادي تقدموا بطلب رسمي لاداره تشيلسي باش يتعاقدوا مع حكيم زياش. وانا في نظري باقيين يجيو فرق كبار باش يتعاقدوا مع حكيم زياش، لان توماس توخيل، انا بالنسبه لي توماس توخيل هو اللي دمر حكيم زياش نفسيا، ما بقاش كيعطي في التيران. وفي الاخير اخوت قولوا لي رأي ديالكم، واش حكيم زياش كتفضلوا يمشي ليوفي ولا لسي ميلون ولا يبقى في تشيلسي ولا يمشي لشي نادي في انجلترا؟ المهم كنسال الاراء ديالكم في التعليق. المهم الخوت اي مستجد جديد في هذه القضيه هذه غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله. المهم الخوت ما تنساوش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. في فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه.